اول اربع مباريات بالنسبه له سجل هدفين صنع هدفين، استمرار الاداء الجيد بالنسبه له والظهور المميز بالنسبه ليه. انما الهدف المبكر كان له دور كبير على العزيز في اول 3 دقايق لما الفريق بيحرز هدف مبكر عن سوبسلاي اللي بيقدم مستويات كبيره، احد نجوم المباراه، متابعه جيده للكرات الثابته، الكره الثانيه دايما بتاعتهم سواء ليهم او عليهم. وبعد كده الشغل اللي اتكلمنا عليه ما بين الشوطين على دور ارنولد في عمليه صناعه اللعب والمهاره الكبيره بالنسبه لنونز، وايضا متابعه وبدلك بالنسبه للكشف ونقول هدف عكسي بالنسبه للفريق. انا بالنسبه لي الامور انتهت للمباراه بعد اول 45 دقيقه، بدايه الشوط الثاني كرات الثابته برضو متابعه جيده من نونز لصلاح حطها حلوه للهدف الثالث بالنسبه للمباراه. الامور زي ما قلت بين الشوطين انتهت تمام، مفيش مؤشرات ان استون فيلا يقدر يرجع. وانا بتكلم على دايما المدرب يحط افكاره اللي حسب الامكانيات اللي موجوده عنده. اتكلمنا على ارنولد ودوره في صناعه اللعب بالنسبه بين الشوطين. هنا شوف التمريره دي، تمريره مميزه، مساحات بقت واسعه وموجوده، الهجمات المرتده، عنده لاعبين صراع زي صلاح، شاف الرؤيه كويس والربط كويس اللي ما بينه وما بين نونز، لعبها له بالخارجي حلوه والتحرك افضل. ممكن لمسه مارتينيز خلت القرار بتاع نونز يبقى يروح برجله ولا يروح بدماغه، فعشان كده لمسه الكره دي خلت القرار بتاع مارتينيز او اثرت على القرار بتاع نونز ان ازاي يستخدمها. ممكن ولو راح برجله ممكن يدخل في العارضه، لا هي لو راحت من غير اللمسه او العكس، لو راحت من غير لمسه مارتينيز هيروح برجله، انما هو راح بدماغه ليه؟ عشان لمس عطل سرعه الكره فبدا القرار الثاني يحضره، فيقول لك ايه دماغه. هنا الهدف الكرات الثابته، الكره الثانيه الهروب من الرقابه، لمسه نونز بالدماغ، فاعتقد ان في عمل مميز بالنسبه للفريق ككل. كورتين ثابته هدفين، وكور عمل لعب مفتوح الهدف بالنسبه للفريق، وشباك نظيفه، الفريق بيلعب بتوازن بدفاع نوعا ما في غياب فان دايك، تحس ان الفريق بيدافع كخطوطه الثلاثه، ومن مباراه من مباراه تحس ان الفريق بيتحسن بيتطور هجوميا وايضا دفاعيا. 4 مباريات 10 نقاط، كلوب عندك فتره التوقف مع الصفقات الجديده، اعتقد ان شكل الفريق ممكن يبقى أكثر قوة بعد التوقف. كمان هناك تغييرات عدة جرت من خلال المباراة، هل هذه التغييرات تعني أي شيء بالنسبة ليورغن كلوب على توجه يورغن كلوب في المباريات القادمة؟ يستبدل بداية في الجولة الأولى استبدل محمد صلاح في وقت مبكر يعتبر، الآن أصبح عكس ذلك مع وجود نجاعة هجومية في ظل وجود محمد صلاح، ماكاليستر خرج أيضا، نونيز خرج، دياز خرج، يعني تغييرات عديدة، على ماذا تدل برأيك كابتن عاطف؟ أولاً حسم المباراة 3-0 أكيد أن يريد أن يريح بعض لاعبي هذا الإشراك الفريقين. بالنسبة لمحمد صلاح أكيد أنه بعد تغييره والبروباغاندا الذي حدثت بعد المباراة الذي قام بها بتغييره، وأنه أكيد لنا لا أحد يشك أنه قيمة محمد صلاح انتقدناه على مستوى ردة الفعل، لكن هو نجم الفريق الأول، ولا يريد كذلك أنه اليوم كلوب أن يدخل في مشكل مع محمد صلاح، وخاصة كذلك أنه في عرض رسمي من الدوري السعودي أن يعطي كذلك يمكن تعلى أو يأتي سبب رئيسي لمحمد صلاح بأن يغير. وأنا أعتقد أنه في تفاهم وأنه كلوب الآن يتعامل مع لاعبيه وخاصة نجمه بشكل أفضل، أكيد أنه في نقاش. أنا لما أتكلم على مثل هذه الحالات لما تحدث أكيد أن المدرب في نقاش بعد المباراة الأولى من بينه وبين محمد صلاح لما حدث من ردود أفعال، والمدرب دوره أن يحمل لاعبين. فأنا يعجبني كلوب في تصريحاته دائما أمام الكاميرا لا يعطي لاعبيه، دائما يدافع عن لاعبيه ويدافع على نجومه، وإذا في نقد أنا متأكد أنه هو لا يعجبه بعض التصرفات، لكن يكون دائما في حجرات مغلقة ما بينه وبين اللاعب، ولذلك هو يريد الحفاظ على نجمه أن يبقى معه يعطي المدة. وإذا أراد الحقيقة أن ينافس في هذا الموسم وينافس سيتي اللي هو قام بتدعيمات لابد أن يحافظ على صلاح مع الإضافات التي قام بها، ولذلك شاهدنا بعض التغييرات التي كانت أنا أراها معقولة. فريق متقدم 3-0 ليس هنالك داعي مثلا لترك مثلا
مثلا نونياس او ترك بعض اللاعبين، لذلك قام بالتغييرات ولا توجد خطوره بالنسبه للفريق على المستويات. عامل ليفربول وكلوب بشكل جيد. الكل يمني نفسه حباء ليفربول والاطار الفني يمكن الاطار الاداري ان يستمر صلاح في السعوديه. يتمنون صلاح ان ينضم اليهم لانهم صلاح سيجلب لهم الكثير على مستوى القاعده الجماهيريه التي يتمتع بها هذا اللاعب، وكذلك ما سيضيفه مع النجوم الكبار الموجودين في الدوري السعودي. لكل يدافع على نفسه، لكن الامر بيد فريق ليفربول وكلوب حسم الامر. انت ماذا رايك في الموضوع؟ السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. تحليل كابتن ماجيكو أمير الروم محمد أبو تريكة على فوز مستحق لليفربول على أستون فيلا بقيادة الفرعون المصري فخر العرب مو صلاح. تألق ليفربول قبل التوقف الدولي وأما ياخد 10 بونت من 4 مباريات فهو ماشي كويس والمستوى بيعلى مع المباريات. يبقى فوز ليفربول على أستون فيلا هنتكلم فيه كفرقة ليفربول، وما ينفعش انك تجيب سيرة ليفربول وما تتكلمش على مو صلاح والعرض الضخم، العرض الأكبر في التاريخ، عرض اتحاد جدة السعودي إلى فخر العرب مو صلاح، عرض يقدر بربع مليار دولار. انت متخيل يا خواجه؟ ربع مليار دولار. يبقى دلوقتي عندك ان ليفربول قدر ينهي الفتره التوقف بفوز مستحق بتألق لعيبه، كمان كله بيتعامل مع المباراه بكبرياء، بيتعامل مع المباراه ان هو نزل ضغط خلص المباراه باول 45 دقيقه، وبعد كده قدر ان كلوب ان هو يخلص على المباراه. وبعدين كمان استون فيلا ساعد ليفربول بالاستسلام التام في الشوط الثاني، فالمباراه بالنسبه لكلوب بقى التحصيل حاصل وهو داخل على فتره توقف دولي، فقال ان هو يريح اللعيبه ومش عايز يرهق اللعيبه اكتر من كده. يبقى كلوب قدر يخلص على المباراه في اول 45 دقيقه. وكمان تألق نونيز مع كلوب تألق لافت للنظر وتألق مهم جدا. النهارده بيعمل مباراه رغم ان هو ما سجلش، لكن بيعمل مباراة ولا أروع. وكمان شفت الأسيست اللي بيعمله لمحمد صلاح في الهدف الثالث، وكمان هو صاحب هدفين، فوز ليفربول على نيوكاسل في قلب الميكي سايز، فدي حاجة كمان تحسب لي نونيز كمان. وتألق سولساي اللاعب الجديد، اللاعب اللي في خط وسط ليفربول، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب هيفيد ليفربول. مستوى ليفربول في الطالع، مستوى ليفربول جاي مع المباريات، يبقى ليفربول اصل البدايات، البدايات مهمه جدا. بدايات ليفربول في الموسم ده هي اللي تديك الحق ان ليفربول هيكمل معاك وهيبقى. وبص هتبدا تبص على النتائج، ارسنال وكده كده، مانشستر سيتي مش مقدم خبر، متربع على عرش البريمير ليج باربع انتصارات متتاليه، وهاتريك لهالاند وحكايات وروايات. لكن فخر العرب مو صلاح رفض عرض اتحاد جده. تعرف يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله؟ يعني صاحب الامر، صاحب القرار هو ليفربول، لان محمد صلاح لاعب يمتلك الانادي ليفربول في عقد بينهم. العقد ده والقيمة دي مش هتيجي لليفربول تاني ابدا، فدي بتعتبر فرصة العمر. لاعب عنده 32 سنة جاي لي فيه 250 مليار دولار، فليفربول هيستفاد جامد جدا. رغم كده القرار فيه محمد صلاح، هي دي قوة وعصمة الفرعون المصري. محمد صلاح هو اللي معاه، هو اللي سايق وهو اللي مسيطر على الأمور وهو اللي عارف مصلحته فين. وليفربول رغم العرض الإعجازي التاريخي اللي لن يتكرر في تاريخ ليفربول مرة أخرى، رغم كده هو اللي معاه الريموت كنترول. ده كان تعليق أبو تريكة الرائع أمير القلوب، ويا رب نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد.